مبكرا. هدف الزيارة كما تعلمون كان بناء على قرار من المجلس الوزاري العربي، والهدف كان إظهار تضامن جميع الدول العربية مع الشعب الفلسطيني المناضل في غزة، وطبعا العمل على توفير الدعم لوقف العدوان وكسر الحصار. ده بصفة عامة الوفد الوزاري كان يشمل وزير خارجية العراق يمثل رئاسة القمة، وزير خارجية لبنان رئاسة المجلس الوزاري، إضافة إلى وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسودان وفلسطين والمغرب والسعودية وقطر، وانضم إلى الوفد وزير خارجية تركيا. ولعلها المرة الأولى التي يقوم بها يقوم مثل هذا الوفد بزيارة على هذا المستوى إلى قطاع غزة للاطلاع المباشر على الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة لليوم الثامن على التوالي جراء العدوان الغاشم الإسرائيلي. أثناء بعد زيارة المستشفى وإحنا في طريقنا إلى المعبر، أنا شخصيا أقول لم أسمع انفجارات، لكن سمعت بوضوح أزيز الطائرات. بعد كده علمنا أنه حصل عدوان آخر، وأن اثنين من الصحفيين اللي كانوا معنا كانوا ذهبوا معرفش بيعملوا إيه وقتلوا. يعني كانت عملية فظيعة. يعني قد يكون من أبرز الأمور في هذه الزيارة ولمسها كل أعضاء الوفد الوزاري هو التحدي الذي نقرأه في عيون أطفال غزة ونسائها وشيوخها. بالرغم من كل ما يحدث، ذهبنا إلى دار السيد الراحل الشهيد أحمد الجعبري، قابلنا أولاده وحضرة السيدة الكريمة والدته. أمور يعني الحقيقة يعني الواحد ضميره كان لا يتحمل أن يرى أكثر من ذلك، والعالم بينظر الناحية الثانية. يعني ذهبنا إلى دار أحد الشهداء الآخرين أظن اسمه أحمد الدروة، وشاهدنا الأولاد، عدد من أولاد الصغار الذين فقدوا عائلهم. أينما نذهب نرى الدمار في كل مكان، وهي أماكن ليست مواقع عسكرية، ولا يمكن أن يزعم أحد أنه يمكن إطلاق صواريخ منها. دي بيوت في مناطق لا يمكن أن يكون لها أي قيمة استراتيجية عسكرية، وبالرغم من ذلك لحقها الدمار. يعني ما يحدث في غزة في نظري وبعد هذه الزيارة لا شك يعني أنه وصمة عار على جبين الإنسانية، وأنا أكررها وصمة عار على جبين الإنسانية. وبدون شك الحصار وما يحدث للمدنيين يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة. يجب أن يكون واضح للجميع أنه ما هو وضع غزة، ما هو المركز القانوني لغزة اليوم. غزة مثل باقي الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال، وليس صحيحا أن إسرائيل قد تركت غزة. إسرائيل مسيطرة على كل شيء في غزة بما فيها اختيار الأماكن التي تضربها بالطائرات. فغزة تحت الاحتلال. ماذا يعني ذلك؟ عندما يكون إقليم أو دولة أو شعب تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم. هذا أمر طبيعي. وبذلك ولذلك اتجه الاجتماع الوزاري عندما اجتمع الأسبوع الماضي اتجه إلى ضرورة تركيز الجهود والعمل على إنهاء الاحتلال. لا يكفي الحلول الجزئية والاتفاقيات المرحلية والهدنة اليوم وهدنة باكر ونناقش على هدنة طبعا مطلوب عشان حماية الأرواح، لكن لابد من النظر إلى الموضوع برمته ومواجهته مواجهة صريحة، وهذا يقتضي تركيز الجهود على كيف
يكون العمل على إنهاء الاحتلال. هذا موضوع أثرته أمس مع سكرتير عام الأمم المتحدة قبل الزيارة، وربما تكون هناك فرصة لإثارته أيضا مع الجانب الأمريكي على المستوى المناسب في أقرب فرصة، لأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة طالما استمر الاحتلال والاستيطان والتنكر الإسرائيلي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من المهم حتى نسعى في هذا المسعى، ينجح مثل هذا المسعى، أن تكون الدول العربية صفا واحدا وأن يكون الشعب الفلسطيني صفا واحدا. أمس في الكلمة القصيرة التي ألقاها السيد إسماعيل هنية أثناء وجودنا هناك تحدث عن وحدة الصف الفلسطيني وتحدث عن المصالحة، وأعتقد هذا موضوع هام جدا ولابد من إبرازه والتعديل به. الحكومة المصرية بتقوم بجهود مشكورة في هذا الصدد، وأرجو لها النجاح، لأنه المبادئ الأساسية تم إقرارها في 4/5 سنة 2011، بعض أمور متعلقة بالتنفيذ لا زالت معلقة، وقد آن الأوان بعد المآسي اللي بتحدث هذا والتي سوف تحدث وسوف تحدث، لابد من مواجهة هذا الموضوع مواجهة شاملة. استعادة الوحدة للقرار الفلسطيني وإعادة الروح للمؤسسات الوطنية الفلسطينية والبرنامج الوطني الفلسطيني المستقل هي هدف يجب أن نسعى إليه، ويجب أن نعمل بكل الوسائل في هذا الاتجاه. يعني الأرجو الحقيقة من وسائل الإعلام إبراز، أكرر مرة أخرى ما يلي: غزة أرض محتلة. عندما يقاوم أي شعب في العالم الاحتلال ده حق مشروع. المأساة التي يمر بها الشعب في غزة لا يمكن تصورها. يعني بعض حضراتكم كانوا موجودين في معنا هناك ورأوا بأنفسهم الدمار، ورأوا الدم الذي يسيل، أطفال صغار بيعانوا في المستشفيات ومنهم ميتين، ورأينا موتى أيضا. يعني الضمير الإنساني لا يستطيع أن يتحمل هذا، وكل من يسكت عنه فهي وصمة في جبين الضمير الإنساني العالمي. الموضوع فلسطين بصفة عامة ليس في إمكان الدول العربية الوحيدة أن تحل وحدها أن تحله، لابد من تضافر جهود المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي هنا يصب أين؟ في مجلس الأمن. لابد من مجلس الأمن أن يترك جانبا الحيل التي لجأت إليها إسرائيل والتي أطلق عليها أحياناً شماعات، تضع شماعة عشان تعطل الموضوع كم سنة ثم تقترح شماعة أخرى عشان تعطل الموضوع كم سنة. حالياً عندنا شماعة اسمها الرباعية لا تفعل شيء. آخر اجتماع لها حسب ما أتذكر أنا كان آخر بيان لها كان في سبتمبر 2011، وطالبت الأطراف أنهم يردوا بطريقة معينة وفي أوقات معينة، ولا الفلسطينيين ردوا ولا إسرائيل لم تفعل شيء، ولا زلنا ندور في حلقة مفرغة حول هذا الموضوع. فلا بد الواقع من جمع الصف الدول العربية والتوجه مباشرة إلى مجلس الأمن لتنفيذ قراراته. لا أحد يطلب من مجلس الأمن أكثر من تنفيذ قراراته، وقرار المقصود هنا هو القرار الأساسي وهو 242 ل 22 نوفمبر سنة 67، والذي قال يجب أن يتم الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967. هذا موضوع أكثر أصبح من عاجل ويجب التركيز عليه. شكرا، وسوف أرد على بضع أسئلة لأن لدي مواعيد أخرى مش حاضر أبقى كثير معكم. تفضل. Thank you.
ضربات جوية متلاحقة، يعني هل من الممكن أن تبحث الجامعة العربية هذا المستوى على جميع المستويات من باب الحذر والحيطة ردًا على أي عنوان إسرائيلي قادم؟ شكرًا. أشكرك. أولًا بدأتي بتقولي مخطط واجتياح سيناء. اجتياح سيناء يعني حرب، ده موضوع خالص، لا اجتماع جامعة عربية ولا اجتماع حاجة. ده حرب لابد من الدفاع عن الارض، ده كلام يعني ما انا اتحدث فيه. اما بالنسبه لعقد اجتماع لرؤساء الاركان فهناك دعوه من القمه العراقيه بدعوه لرؤساء الاركان لاجتماع تمت من حوالي 10 ايام ووزعت على جميع الدول العربيه وننتظر ردود. لكن الحقيقه انا يعني مش كل حاجه الواحد يفكر يقول مخطط يا ستي. جميع الدول التي لها سياسة ناشطة لديها مخططات لكل شيء، لديها مخططات لكل شيء، وليس معنى ذلك أن هذا ينفذ. يعني اتفضل. تقدمت فلسطين بطلب لعقد قمة عربية طارئة بشأن الوضع في غزة، فماذا تم في هذا الصدد؟ وهل يملك العرب، ما زال العرب يملكون أوراق ضغط تمكنهم من تحقيق مصالحهم بالنسبة لاستخدام السلاح الاقتصادي بشكل محدد؟ الجزء الأول من السؤال، الطلب الفلسطيني تم تعميمه وبدون دخول في أسماء. أثناء الزيارة أمس ثلاث وزراء أبلغوني بأنهم سيفاردون بالإيجاب، ولازلنا ننتظر الإجابات. عندما يكتمل 14 صوت 14 دولة موافقة سوف تعقد القمة. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال كان إيه؟ والله شوفي، كل أقدر أقوله امتلكوا سنة 73، فمن باب أولى يستطيعوا أن يمتلكوا كل ما يريدون هذا العام. إذا معالي الأمين عام، هي المسألة مسألة إرادة. معالي الأمين العام، اتفضل. معالي الأمين العام، يعني زرت، أنا كنت عايز أعرف، في محادثات كتيرة بتحدث للتهدئة ما بين الطرفين. يمكن امبارح سمعنا بعض الأنباء عن إن مصر بتقول الـ يعني وقف إطلاق النار سيحدث قريبا، في كلام كان هو امبارح بالليل، فأنا عايز أعرف حضرتك كيف ترى المحادثات التي تحدث، توصلتم لشيء؟ لأن أكيد جامعة الدول العربية متابعة هذه الأحداث من الطرفين. لا لا لا، أكون واضح، جامعة الدول العربية لا تشارك في هذه المحادثات، المحادثات تتم بين الأجهزة المصرية والأجهزة الإسرائيلية بكل وضوح. جامعة الدول العربية يمكن بأخطر بأعلم حاجات، لكن جامعة الدول العربية ليست مشاركة في هذه المحادثات. أتوقع إيه؟ وفلسطين طلب شروط كمان. انا شوف مشروعه طبعا، وكل حاجه بتعملها اسرائيل مشروعه، لكن انا لا ارغب في اني ارد على هذا السؤال، لان انا لا اشارك في هذه المحادثات ولا اعرف بالتفصيل ما هي هذه الشروط. معالي الامين العام، زياره معاليك بالامس لغزه كان ليها اثر كبير في نفوس الاخوه الاشقاء في غزه، ودي يمكن كانت في زياره قبل كده سنه في يونيو 2010 كان فيها مدير اداره المساعدات الانسانيه، يعني بتاتي بجوار الجانب السياسي، يعني الجانب الإنساني بجوار الجانب السياسي. لكن هل هناك من قرار أكثر قوة لوقف المهزلة بتحدث في غزة؟ المهزلة بتاعت؟ يعني مهزلة تحدث في غزة، يعني ما يحدث هذا في غزة ما هو مهزلة بكل جوانب. ما احنا بنتكلم في هذا من الصبح. عموما الزيارة كانت طبعا سياسية ولا شك لها جانب إعلامي، لكن أيضا اتحاد الأطباء العرب تفضل أعطانا على أخذنا معنا على الطائرة صناديق كلها مساعدات طبية وتم تسليمها هناك. سألتي خلاص. الحديث الذي دار بيني وبين السيد إسماعيل هنية هو حديث خاص ولا أعرف، لكن أكد رغبته في المصالحة. تفضل.
اولا انت رديت على نفسك، قلت الى متى تستمر الولايات المتحده في استخفاف في الاستخفاف بالموقف العربي غير المتماسك؟ يعني انت ما رديت على نفسك، يعني احنا عاوزين، عشان كده بقول عاوزين موقف عربي متضامن واحد وبقوه حتى يمكن ان نطالب الجميع بتغيير هذا الموقف. اما فيما يتعلق بالولايات المتحده فاحب اقول ان انا اول مره قابلت فيها هيلاري كلينتون كان 15 مارس سنه 2011 كوزير خارجيه مصر، وطلبتها منذ ذلك الحين بضرورة التوقف عن الحيل التي استمرار في الحيل التي تسير فيها إسرائيل، والمطلوب هو عقد لو ما كانش مجلس الأمن عشان يقوم بمسؤولياته يبقى عقد مؤتمر دولي حتى المجتمع الدولي كله يواجه مسؤولياته. وذكرتها بأن المشكلة كلها بدأت في 2 إبريل سنة 47 عندما ذهبت المملكة المتحدة بريطانيا كدولة امتدام إلى مجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان اسم العنوان بتاعها What Future for Palestine، ما هو مستقبل فلسطين. 65 سنة ولا نعرف ما هو مستقبل فلسطين بهذه الطريقة، ولا بد من واجهة هذه الحقائق. سيد الأمين العام. يبدو أن غلطت في حاجة، أن ليس اتحاد الأطباء العرب اللي أرسل معنا المعدات الطبية، ولكن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وهي قطاع خاص مصري. سيد الأمين العام، سؤال آخر. تنوون التوجه مجددا كدول عربية إلى الأمم المتحدة مجلس الأمن، وتقولون يجب أن يكون هناك شهود، لكن ربما من أبرز ما ستواجهونه كصعوبة أولية أن العالم، الأمم المتحدة وغيرها والدول الغربية، تعتقد وتعتبر أن غزة أرض حرة تدار من طرف مجموعة حماس والكل يصفها كما يريد. وهذا الانطباع الأول أعتقد سيكون أول معيار للصعوبة التي سيواجهها أي دبلوماسي عربي. هل نتحدث الآن ونفهم مما قلتم أن هناك صيغة عربية أو مبادرة عربية جديدة للتوجه كمجموعة واحدة إلى مجلس الأمن لمواجهة ما تصفونه هناك بالاحتلالات والعمليات التي تتم؟ شكرا جزيلا ناصر الحسيني. لا بد من إبراز أن غزة مثلها مثل باقي الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هي أراضي محتلة، هي أراضي محتلة. ربما كان خطأ من الجميع أن لا يركز على هذا الموضوع طول الوقت، ويجب أن يكون هذا. أما فيما يتعلق بالمبادرة فالمبادرة الوحيدة التي تمت حتى الآن ولم تكتمل بالطبع وهي القرار الذي اتخذ في الاجتماع الوزاري الأخير بأن لجنة المبادرة اللي كان يطلع عليها لجنة المبادرة التي أنشئت منذ العام الماضي تدخل في الموضوع وتبحث جدية ما يدور الآن، وتبحث إيه هي الخطوات المستقبلية وإعادة النظر وتقييم شامل للموقف قبل أن يتم التوجه للمجتمع الدولي. فمش حاجة هتحصل خلال الأيام، يجب أن يبحث هذا الموضوع، وربما يقتضي الأمر عرضه على قمة أيضا، ربما يقتضي الأمر عرضه على قمة لأن هناك بعض قرارات صدرت من قمة. فالموضوع مش ليس يتم، لن يتم في خلال أيام أو أسبوع، سوف يأخذ وقته ويدرس دراسة كافية، لأن ده يعتبر يعني منحة جديد، أرجو أن يؤدي إلى منحة جديد في النزاع العربي الإسرائيلي وفي تحرير الأراضي المحتلة. شكرا جزيلا. لا سألت كتير أوي. لا ما فيش ولا حاجة ولا فيه. ولا أهلا وسهلا ولا حاجة. لا.